مشاهدو الحياة الآن، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستهلها بأهم العناوين. محلب يؤكد أنه لا مساس بدخل الموظف العام في قانون الخدمة المدنية، والمالية تدرس زيادة الدعم النقدي المباشر لمحدود الدخل. نحو 4000 مرشح بالنظام الفردي وقائمتان في سادس أيام الترشح لانتخابات مجلس النواب. و10000 حاج يغادرون غدا ميناء نويبع على متن 3 عبارات، والصحة تعلن توفير 12 طنا من المستلزمات الطبية لرعاية الحجاج.